وسط ورشة عامرة بالزخارف الدقيقة والتصميمات التراثية يقضي الفنان صلاح الزيات يومه. الزيات يعتبر واحدا من أهم متخصصي الزخرفة بالجبس والأسمنت الأبيض في مصر، وساهم في ترميم العديد من الآثار الإسلامية منها مسجد الحاكم بأمر الله والسلطان حسن وغيرها. ومسجد أحمد بن طالون شاركت فيه في ترميمه، والإمام الشافعي برضو عملنا فيه اللي هو الجزء المدخل بتاع اللي هو على مدخل البوابة بتاعت المسجد دي برضو رمينا فيها، وكتير، وجامع الشيخون قبلي وشيخون بحري، وكان جامع الرماح في منطقة الرميلة برضو عملنا له إزاز معشة. ويستوحي صلاح منحوتاته من عدة مصادر منها الفن الإسلامي والفرعوني والأندلسي. الزبون هو اللي بيجيني اللي هو بيبقى مثلا عارف ان هو غاوي حتة الشغل دي، فهو بيجيني بياخدها. مش اي حد احنا بنشتغل معاه، بنشتغل مثلا مع الفنانين اللي هو مثلا بتوع فنون تطبيقية، فنون جميلة، الناس اللي هي مستوعبة وفاهمة الحاجة دي، فبيجي بياخدها مننا. في قطعة بتاخد معايا اكتر من شهر، تاخد وقت، يعني الواحد لما بيشتغل في حاجه برده ما تشتغلش فيها باستمرار، يعني ساعات الواحد مثلا يسيبها شويه ويرجع لها شويه كده. ويرى صلاح ضروره ان يتم الاهتمام بفن الجبس الذي يختفي الان بسبب سيطره بعض انواع الفنون الاخرى على المشهد الحرفي في مصر.